بعد مجالنا الإرهابي هشام عشماوي مصر، الناس كلها بتسأل يا ترى قال إيه؟ يعني ماذا قال هشام عشماوي بعدما يعني حققت معه الإدارة المصرية؟ بقالنا 3-4 أيام هناك بعض الأخبار عن أقوال هشام عشماوي. ماذا قال؟ ماذا تحدث؟ أو كيف وصف العمليات اللي كانت بتحصل في مصر؟ كيف يحدث التعاون مع داعش؟ كيف يحدث التعاون مع الإرهابيين؟ كيف يدخل الإرهابيين مصر؟ كل هذه الأشياء ابتدت تبان في الكام يوم اللي فاتوا. حبينا نجيب لكم بعض المعلومات عن اعترافات هشام عشماوي. معنا الأستاذ أحمد عطا، الباحث في شؤون الإرهاب الدولي بمنتدى الشرق الأوسط بلندن. أهلا بيك يا فندم. يا عمر بيه، إزاي سعادتك فندم؟ ايه اللي طالع من كلام عن التحقيقات مع الارهابي عشماوي؟ ايه اللي بيتقال؟ طب خلينا نقف امام اهم اعترافات هشام عشماوي، او حتى يتابع معنا المشاهد المصري والعربي خطوره هذه الشخصيه، وليس هشام هو مسؤول تنظيمي تكفير مسلح، لكن هشام عشماوي بعد ثوره 30/6 تم تكليفه بأضلاع مثلث بثلاث تكليفات رئاسية بعد مبايعته لأيمن الظواهري بتأسيس تنظيم المرابطين على حدود التركية السورية مع مرعي زغبة مسؤول تنظيم القاعدة في تركيا. تم تكليف هشام عشماوي بعد المبايعة وإعلان تنظيم المرابطين بأن يقوم بمجهود تكفير مسلح بإعادة المعلم فوزي. المعلم فوزي هو الاسم الحركي الذي كان ينادي أيمن الظاهر به عندما يتصل بالمعزول الراحل محمد مرسي، أو ده الاسم الحركي للمعزول الراحل محمد مرسي المعلم فوزي، لما كان بيتصل من أفغانستان أيمن الظاهري، فأيمن الظاهري كلف هشام عشماوي قال له لابد أن تقوم بمجهودات وليك كل التمويلات لإعادة المعزول محمد مرسي أو المعلم فوزي الحكم. ثانيا، التكليف الثاني هو إعادة إحياء تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا، وهو أخطر التكليفات والذي تم تكليف بها هشام عشماوي. هشام عشماوي قام بتجميع عدد من عناصر تنظيم القاعدة، منها مجموعة عبد الحسيب خان في أفغانستان، مجموعة خطابي شيشاني في شرق أوروبا، مجموعة الخلفية الجهادية في شمال أفريقيا في تونس والجزائر والمغرب، ودي أخطر العناصر. بعد ما قام بتدريب هذه العناصر داخل الأراضي الليبية داخل تنظيم المرابطين، كانت أول العمليات التي كلف بها هو تدريب العناصر التي استهدفت مسرح بتكلاف باريس والاستاد الرياضي، وهي العناصر التي شاركت صلاح عبد السلام أمين عام التنظيمات المسلحة في أوروبا الذي تم القبض عليه في بلجيكا على خلفية تنفيذ عملية مسرح بتكلاف باريس والاستاد الرياضي. هذه أول العناصر التي كلف بها ونجح هشام عشماوي هنا، وهنا الخطورة. أما عن التمويلات فيما يخص هشام عشماوي في محاولته إحياء تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا أو تأسيس تنظيم المرابطين، هشام عشماوي حصل على تمويلات من جهات مختلفة. فيما أول بداية هذه التمويلات هو التجار أو المعروف بالتجارة المحرمة. التجارة المحرمة سبير بارتس أوف هيومان بادي، التجارة في الأعضاء البشرية، والدراجز المخدرات. وهنا ده تقليد اقتدى به هشام عشماوي لتنظيم داعش منذ صعوده عام 2014 في دولة الشام والعراق. ثانيا، هشام عشماوي حصل على من وحدة الأموال الساخنة في جهاز أمن الدولة القطري الذي كان يتزعمه اللواء زياد الإمام الملقب بأبي فادي، حصل على 200 مليون دولار دفعة أولى في محاولة لإحياء إعادة تنظيم القاعدة في الصعيد وفي شمال سيناء. طب خلينا نعرف حضرتك دلوقتي ايه الاعترافات اللي اتقالت في الكام يوم اللي فاتوا ومصادر معلوماتك ايه؟ لانه انا شايف عند حضرتك معلومات، وفي ايضا في جريده القبس الكويتيه بيذيعوا معلومات كل يوم. لا، انا مصادر معلوماتي خارجيه، يعني انا مش هكشف عن معلوماتي. انا ليس يعني انا لم احصل على هذه المعلومات من 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 دفاتر رسميه، ولكن حسب ما جاء من اعترافات
ترددت لعناصر خارج مصر بأن هشام عشماوي كشف وورط أجهزة استخباراتية، لأن هشام عشماوي ليس بمسؤول تنظيم تكفير مسلح كما قلت في بداية هذه المداخلة، ولكنه كان يدعم من أجهزة استخباراتية باسم وحدة الأموال الساخنة داخل جهاز الأمن الدولة القطري والمخابرات التركية التي صنعت تنظيم المرابطين في محاولة. طب هشام عشماوي طلع مسؤول عن أي عمليات في مصر يعني بشكل واضح دلوقتي؟ ايه العمليات اللي هو مسؤول عنها بشكل مباشر؟ ابرز هذه العمليات التي نفذها في مصر هي العمليات التي نفذها شادي المناعي مسؤول جناح تنظيم المرابطين في شمال سيناء عندما استهدف كمين الفرافرة. عمليه الواحات التي نفذت بعناصر من تنظيم المرابطين في ليبيا بمشاركه من عناصر من تنظيم القاعده، وتم امداد هذه العناصر بتقنيات حديثه تم الحصول عليها من شرق اوروبا. هذه التقنيات تحدد العناصر التي تتحرك في الممرات الصحراويه، فكانت تحرك قوات الامن المركزي داخل الواحات كانت محل رصد من خلال أجهزة رفيعة المستوى حصل عليها هشام عشماوي. فهشام عشماوي لو كان استمر حتى الآن كان هناك شكل آخر لشمال أفريقيا سواء تونس والجزائر والمغرب، وكان تنظيم القاعدة يلعب دور في تدمير شمال أفريقيا بالكامل. الأستاذ أحمد عطا الباحث في شؤون الإرهاب الدولي بمنتدى الشرق الأوسط في لندن، بنشكرك شكرا جزيلا. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم أشياء كثيرة بتتقال هذه الأيام عن اعترافات لهشام عشماوي ويعني دوره في عمليات كثيرة.